الحلقة دي ما حتكلم فيها عن التطبيع، حتكلم فيها عن تاريخ الصراع والعداوة ما بين إسرائيل والسودان، لأن الناس شايفهم حاليا بيتكلموا عن موضوع التطبيع وبنظروا فيه من غير ما نعرف نحن أصلا مشكلتنا السياسية مع إسرائيل بدت متين واسباب شنو. نبدا بعلاقه اسرائيل بالدول الافريقيه. العلاقه بتاعت الاسرائيليين واليهود بدت مما كان بيفتشوا في دوله يسكنوها ويستوطنوا فيها. كان عندهم مشروع غير مشروع فلسطين اسمه مشروع اوغندا، وده خططوا له في مؤتمر اسمه مؤتمر اوغندا في 1897. فهم كانوا شايفين المناطق اللي في اوغندا والمناطق اللي في كينيا ممكن يعملوا فيها مستوطنات وتبقى ارض حقتهم ويسكنوا فيها ويكونوا فيها دوله. المشاريع بتاعتهم دي اترفضت في مؤتمر اسمه المؤتمر الصهيوني الخامس، قام في 1905، فجلوا الفكره بتاعت المشروع بتاع اوغندا وبيقوا مركزين على مشروع بتاع فلسطين. لكن علاقه اليهود واصلت وزادت مع الدول الافريقيه، حتى اثيوبيا علاقتهم بقت معاها قويه جدا، لانه في اثيوبيين بيشوفوا انهم هم ذاتهم اسرائيليين واحفاد ولد من اولاد سليمان. هم طبعا الاثيوبيين بيشوفوا انه الملكه سبا دي ما يمنيه، ملكه سبا دي اثيوبيه. المهم قصه طويله. انا بدات بالدول الافريقيه عشان تفهم انه ليه اسرائيل عندها علاقه مع كينيا وعندها علاقه مع الدول اللي حوالين السودان. نجي للسودان. النخبه السياسيه الموجوده في السودان هي اللي بدت العلاقه مع اسرائيل وهي اللي بدت العداء مع اسرائيل، وحوريك كيف. لو نرجع للتاريخ شويه ورا حنلقى انه جمال عبد الناصر كان عاوز يعمل حاجه اسمها دوله وادي النيل الكبرى، وده طبعا اسم بتاع دلع كان بيستخدموه المصريين عشان يحتلوا السودان. الأزهري لأنه كان اتحادي في البداية الموضوع مشى فيه، كان مؤمن جدا بوحدة السودان مع مصر، لحد ما اكتشف انه المصريين ما عاوزين اتحاد، عاوزين احتلال. الاعلام المصري كان بيلمع الازهري هو نفسه الاعلام المصري اللي بقى يهاجمه، لانه الازهري عرف الاطماع بتاعت النخبة المصرية. المهم الموضوع طويل. النقطة المهمة انه زي ما في حزب اتحادي مؤمن انه يتحد مع مصر، كان في حزب الامة المؤمن تماما انه السودان يكون للسودانيين، وضد الفكرة بتاعت الوحدة مع مصر، وبشوف انه ده كلام فارغ. فحزب الامة عمل شغل كبير، اتواصل مع بريطانيا وطلب من بريطانيا انها تتدخل عشان توقف الخطط بتاعت عبد الناصر، وفعلا بريطانيا دعمت حزب الامه، وحزب الامه قال للمخابرات البريطانيه نحن مستعدين نتعاون مع الشيطان بس السودان ما يكون تحت مصر. طبعا الشيطان في الوقت ذاك اسرائيل. فضابط المخابرات البريطاني قال لهم خلاص عندنا دبلوماسي اسرائيلي اسمه مردخاي، تقعدوا مع مردخاي ده ولا مردخاي ويكون هو الحلقه بتاعت الوصل. الممثل بتاع حزب الامه اللي اسمه محمد احمد عمر في شهر 9 عام 1956 لاقى بن غوريون في اسطنبول، والمنسق كان بتاع الاجتماع ضابط مخابرات اسرائيلي اسمه جوش بالمون، ودي كانت بدايه الاجتماعات مع اسرائيل واول علاقه ما بين حزب سوداني وقيادات سياسيه اسرائيليه. والعلاقات جرت وفي خبراء اسرائيليين جو يدربوا السودانيين على القطن وبدت علاقات كويسه، وحتى كان في اجتماعات، يعني بيقول انه كان في اجتماع ما بين عبد الله خليل وما بين جولدا مائير في فندق في باريس في فرنسا. فنحن في الوقت ذاك علاقاتنا مع اسرائيل كانت سمنه على عسل. العدو الحقيقي كانت النخبه المصريه وخصوصا النخبه السياسيه، لانه دي كان همها مصلحتها والمصلحه بتاعت دولتها، والنخبه السودانيه ما كان عندها مشكله. يعني السد العالي في 1956 مصر كانت بتخطط له، وبعد ما بنوه غرق الاثار السودانيه وهجر الاهالي، والنخبه السودانيه كانت موافقه وما عندها اي مانع، والنخبه السودانيه نفسها وقفت مع مصر في الحرب بتاعت عمليه قادش اللي بيسموها حرب السويس، اللي هي كانت ما بين اسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضد المصريين، وبرضو النخبه السودانيه وقفت في حرب الايام السته مع المصريين اللي هي الحرب اللي كانت في 1967، والسودان بقى واقف في صف العرب وبيحارب في اسرائيل، واعتبروا انه اسرائيل العدو بتاعه، وبعديها عملوا القمه بتاعت اللاءات الثلاث في الخرطوم المحطينه بيها الايام دي. والغريب انه في الوقت ذاك برضه العمل العداوه هو حزب الامه مع اسرائيل، يعني حزب الامه هو العمل العلاقه وطلب الدعم الاسرائيلي وهو اللي بدا العداوه وخلى اسرائيل تقبل علينا. وبرضه في عام 1973 كانت في حرب اكتوبر، او هي حرب يوم كيبور، ويوم كيبور ده كان الرمضان بتاع اليهود، يعني هم رمضان عباره عن 24 ساعه، بيختصوا رمضان في يوم واحد، واليوم الواحد ده لا بياكلوا فيه لا بيشربوا فيه لا بيعملوا فيه اي شغل. فالمصر
المصريين هجموا عليهم في اليوم ده، والسودان رسل برضه قوات، ودي ما اول مره يعني. قبليها في 1969 السودان برضه رسل وحدات من الجيش السوداني. السودان في كل الحروب كان بيفتح الاراضي بتاعته للجيش المصري، بيفتح الاراضي بتاعته لسلاح الجو المصري، بيخلي المعدات العسكريه المعسكرات بتحت التدريب كلها جوا الاراضي السودانيه، والسبب انها تكون بعيده من مدى الصواريخ الاسرائيليه. فنحن كده بدينا العداوه والحرب مع اسرائيل، رغم انها ما هبشتنا، هبشت العرب وهبشت مصر. الاسرائيليين قالوا ما دام السودان يتدخل في مشاكلنا نحن برضه نتدخل في مشاكله. خصوصا اسرائيل عندها استراتيجيه اسمها شد الاطراف، فشافت انه في حركه بتاع التمرد في جنوب السودان. الوقت ده كانت في اول حركه تمرد، وكانت حركه انفصاليه اسمها ايانيا 1، ودي القائد بتاع اللواء جوزيف لاجو. اتصلوا به ضباط اسرائيليين موجودين في القنصليه الاسرائيليه في اوغندا، قالوا له نحن وانت العدو بتاعنا واحد، وهو النخبه العربيه الموجوده في شمال السودان. حنعمل ليك معسكرات في اوغندا، حندرب ليك ناسك، حنمدك بالاسلحه. وفعلا اسرائيل رسل الضباط ودربوا القوات بتاع جوزيف لاجو، وكان برضو بدوه الاسلحه بطيارات بتاعه شحن من نوع DC-30، والاسلحه ما كانت اسرائيليه، دي اسلحه غنائم اخذتها اسرائيل في حرب 6 ايام، اسلحه سوفيتيه واسلحه بريطانيه. في نفس الوقت بهناك اسرائيل عملت برضو حرب بتاعه مياه، لانها كانت مسيطره على النيل الازرق عن طريق اثيوبيا، وعملت مشاريع زراعيه كبيره جدا في الحدود الاثيوبيه السودانيه، وهي برضو مسيطره على النيل الابيض عن طريق كينيا وعن طريق اوغندا وعن طريق بحر الغزال. فالسودان بعد ما شاف انه اسرائيل حاصرته، وانه الحركه بتاعت ايانيا دي مدعومه من اسرائيل، فعمل اتفاقيه في اديس ابابا في عام 1972، وانتهى الموضوع والحركه انتهت وحصلت اتفاقيه كويسه يعني. لكن الاتفاقيه دي العالم العربي كله وقف ضد الاتفاق، مع انه الاتفاق وقف الحرب يعني، لكن العرب وقفوا ضد الاتفاق وانتقدوه. بعد سنوات قامت جاتنا برضه حركه جديده اسمها ايانيا 2، وبعد كده ظهر لنا جون جرن، ورجعت النخبه السودانيه تاني تعادي اسرائيل الشيوعيين هناك، شبكوا لك الامبرياليه الصهيونيه. ونميري نفسه بقى يمول حركه فتح، وبقى بيستقبل في اللاجئين الفلسطينيين، وبقى بيدعم في عرفات، رغم انه في الفتره الاخيره عمل عمليه تحت الفلاشه وحسن علاقته مع اسرائيل، ودي حقه اعمل ليها حلقه براها حسميها عمليه موسى، ممكن انزلها بكره او بعد بكره. بعد النميري جول كيزان طبزوها، استلموا من ايران 30 مليون دولار، مولوا بها حركه حماس، جابوا كل المطلوبين من اسرائيل وحموهم جوا السودان، ادوهم جوازات زي ابو نضال اللي هو اسمه صبري البنا. اسرائيل ردت عليهم انها دعمت جون جرينج، عملت معاه علاقات اقوى، دربت الناس بتاعنه وخلته يقابل ذات قيادات في اسرائيل، ادوه صواريخ من النوع تاو، ومولوه باسلحه من النوع فولكانو، وادوه اسلحه بتاعت رشاش من النوع العوزي، وخلت اللوبي اليهودي في امريكا يضغط عشان الجنوب ينفصل. والكيزان خصوصا اللوبي بتاع ناس نافع اللي هو بتاع ايران ما بيكفوا، بيجوا يوفروا برضه الاسلحه الايرانيه، وبدوا الاسلحه الصينيه والروسيه لحركه حماس. فاسرائيل قالت لهم خلاص انا حقوم اتدخل عسكريا جوا السودان، فعملت عمليات عسكريه جوا شرق السودان. في 2009 ضربت شحنه من الاسلحه فيها 17 شحنه سلاح ايراني كان ماشي لحركه حماس، وماتوا فيها ناس كتار جدا. في 2011 ضربت برضه عربات في شرق السودان، فيها واحد هو المسؤول بتاع تهريب الأسلحة لقطاع غزة. وبرضه الضربة الكبيرة كانت ضربة مصنع اليرموك، دي جات بثمانية طيارات، ودي طبعا طيارات كلها طافية النور. وغير الغارات الإسرائيلية بسبب إنه السودان بيدعم في حماس، إسرائيل برضه اتدخلت ودعمت أزمة دارفور ودعمت حركات التمرد في دارفور. أنا أجيب هنا وبكرة حواصل في عملية موسى وعملية سبأ اللي قام بها الموساد، ونتكلم برضه في تطبيع السودان مع إسرائيل، وبدايته كانت 200 وين.